اليوم بدل ما أكون جنى هشام أنا جنى كارداشيان. كل وجبة أكلها في كل شيء أسويه في كل لحظة زي كيم كارداشيان. كيم ما تشرب قهوة زعلانة، بس أول شيء تبدأ يومها بالرياضة، تسوي رياضة لساعة كل يوم، تشيل أثقال وتسوي هيت. لو سويتوا 15 دقيقة هيت زي كأنكم سويتوا ساعة كارديو. وأنا أكره شيء اسمه هيت، بس اليوم أنا ماني أنا كارداشيان. طبعاً أكيد كيم عندها نادي في بيتها ومدرب، أنا عندي أثقال في الدولاب. حنبدأ. كملنا نص ساعة، الحين حنسوي الهيت. تعبت ماني قاعدة. حوقف. كملت بالضبط 7 دقائق هيت وخلاص. الحين وقت فطور كيم كارداشيان. اهلا وسهلا بكم في مطبخ جنى. كيم كارداشيان تفطر شيء اسمه تشيا سيد بودينج. هذه هي التشيا سيد. بذور الشيا. بذور الشيا فيها فايبر، انتي اوكسيدنت، اوميجا 3، جدا 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 مفيدة. ملعقتين تشيا سيد، نص كاسة حليب الكوكونات. دحين نغطيه ونحطه في الثلاجة على الأقل 3 ساعة، حتى يمديكم تسووه قبلها بيوم عشان تصحوا وتفطروا على طول. أوكي، عندي اعتراف، صارت الساعة 1 ولسه ما فطر. لما خرجت التشيا سيد من الثلاجة بعد 3 ساعة أبدا ما كان شكلها بتتاكل. زودت شوية تشيا سيد وسبتها لمدة ساعة. خلينا نخرجه من الثلاجة ونشوف. برضو يعني مو شكله زي كأنه أكل، وأنا متأكدة إيش ده بالضبط، بس حناكله. اوكي، صار شكله زي كده، زي كأنه لبن فيه بيض سمك. حضيف نص موزة، واخيرا بلو بيري. وهذا فطور كيم كارداشيان. خلينا ندوق. ترى طعم شوية مصدومة، مرة ما كان شكله شهي يعني، شوفوا كيف. بس الصراحة مرة لذيذ، بالراحة أكله كل يوم للفطور. بس الانتقاد إنه المفروض تسووه قبلها بيوم، فلازم تكونوا ناس ملتزمين ومرتبين. مستوعبين لان دحين ما تروشت. بالنسبة لي سهل اني اسوي دي الوصفات واشتغل في نفس الوقت، عشان انا اللي اسست الشركة فانا اقدر اختار فين اشتغل متى اشتغل. بس الانسان اللي لازم يداوم يروح الجامعة ولا اي شيء مستحيل. ايش دخل الوصفة بس فيها نص موزة؟ اكيد لازم اكلها يعني، ما حرميها حرام. هذا شيء لازم تعرفوه، غير الملايين اللي بيصرفوها على الدكاترة، عندهم جيش وراهم ماسك كل شيء في حياتهم، أكيد لما الإنسان الطبيعي يحاول يعيش زيهم حيتعب. المهم دحين حنسوي العصير. اضطريت أخرج بس عشان أشتري ده الشيء اللي ينحط في العصير. في بعض الحاجات المشاهير بالذات اللي يكونوا عايشين في لوس أنجلوس يأكلوها ممكن ما تلاقوها في سوبر ماركت طبيعي. اضطريت أقضي وقت عشان أروح أجيب هذا الشيء. أكيد كيم كارداشيان ما تروح تشتري مقاضي بنفسها. خليني أوريكم إيش اشتريت. مو كل شيء له دخل في دي الوصفات، بس بودي واش من شركة سوكن، عيش جلوتين فري، كمان جبت تونة مع زيت زيتون. أنا ما أكل زيت نباتي أبدا. وآخر شيء السي موس، نوع من السي ويد. الصراحة إني انصدمت إني لقيته بس على هذه الخمس الحاجات اللي شايفينها، يعني حوالي 200 ريال. الواحد لو راتبه قليل أو عنده أطفال يأكلهم مو شرط حيقدر يشتري كل ده كل مرة. 200 ريال يا جماعة على صابون وتونة، تونة في علبة. اوكي، في البلندر حنحط 250 ملي حليب كوكونات، 60 جرام سبانخ، 60 جرام خيار، ربع الافوكادو فقط. ماني عارفة ايش المفروض اسوي بدي. نص ملعقة صغيرة من الفانيليا، نص ملعقة اغافي سيرب، بعدين لو تبغوا كمان تلج. اخر شيء طبعا السيموس. حناخد دي الوصلة ونغسلها. استغفر الله. واو، شوفوا كيف لونه رهيب، مو بطال. اتمنيت يكون حلو اكتر شوية. اوكي دقيقة، دوبي طحنته زيادة وزودت ملعقة اغافي سيرب، صار رهيب. مرة مرة طعم. اوكي هاي، عدت فترة، قعدت شوية على اللابتوب كمان وكملت شغلي. الحين يبغى لنا نسوي السلطة. حرفيا حاسة اني بقضي اليوم كله بس بجهز وجباتي. هقول لكم هي من دحين، لو الانسان ما عنده شيف
مستحيل يعيش زي كيم كارداشيان. أكيد يومها مرة مشغول، عندها شغل، عندها أطفالها، ودحين طبعاً هي مطلقة. الإنسان لما يمر بسترس في حياته أو موقف بياخد كل طاقته وكل وقته إلا ما نظامه الغذائي حيتلخبط. أنا كده صار لي، كان لي فترة طويلة ماشي على اللو كارب وبطلت جنك فود تماماً. بعدين السنة اللي فاتت أبويا دخل المستشفى، وبعد كده خلاص الحمد لله أبويا دحين أحسن وخرج من المستشفى، بس قعدت حوالي 6 شهور بعدها بس بحاول أنظم أكلي مرة تانية. بس الحمد لله لي شهر على اللو كارب وفوراً نحفت 4 كيلو. لو تبغوني أعرف أكثر عن هذا النظام قولوا لي في الكومنتس، وأكيد لاحظتوا إني في شقة جديدة لسه ما شرحت لكم ليش. إن شاء الله في فيديو جاي حتكلم عن ده الموضوع. حان وقت سلطة كيم كارداشيان. في سلطة كيم كارداشيان المشهورة عندنا دجاج، خس، جزر، رايس نودلز، سوشي جينجر، صوص السلطة بدون أي دهون. بالنسبة لأكل الطبيعي مستحيل أكل ده. اللي حصل إنه الشركات اللي بتبيع الأكل اللي فيه سكر زايد دفعت للعلماء يسووا تجارب بالكذب تثبت إنه السكر مو مضر وأصلاً الفات هو المضر. بس دحين بدأنا نكتشف إنه كل ده كان خرش. المهم السلطة. عندي صدر دجاج حطيت عليه ملح وفلفل، هنطبخه على الصاج مع زيت الأفوكادو. اوكي دحين حنضيف كل مكونات السلطة في العلبة، واخيرا النودلز. نضيف الصوص والزنجبيل. شوفوا الكركبة كلها بس على سلطة. يلا جاهزين؟ خلينا نتأكد انها مقفلة كويس. ترى فكرة رهيبة، شوفوا قديش اتلخبطت. اوكي احس كذا كفاية. عندي اعتراف صراحة انها مرة لذيذة. في البداية توقعت انه مرة ما حيكون ليها طعم، ما كنت حاسة انها مرة تشهي، بس الصراحة فعلا طعمها. من جد افكر اسويها تاني. والصراحة فكرة النودلز في السلطة مرة رهيبة، وطبعا الزنجبيل عشان طعمه مرة قوي فعلا بيدي طعم للسلطة. الوحيد الشيء اللي ما عجبني الصوص، مرة ما له طعم، حتى الصراحة شكله مرة ما كان يشهي. مهما سويتوا سلطة انصحكم حطوها في علبة زي كده وخضوها، حاسة انه ده التكنيك حيغير حياتي. خلصنا شغل، دحين قاعدة أقرأ على الآيباد. أحلى شيء على شقتي الجديدة إنه تجيني الشمس في العصر، فوقت ما الشمس بتغرب الإضاءة كده تدي طاقة إيجابية. اللي فهمته إنه بعد ما كيم كارداشيان ترجع من الشغل، عشانها محامية وبتدرس لو، تقعد بالساعات تقرأ وتذاكر بعد ما أولادها يناموا. فقلت حتى أنا حقعد أقرأ كتابي استمتع بجو لندن في الصيف، ولما أحس بالجوع شوية حقوم أسوي آخر وجبة وحوريكم إيش تتعشى كيم كارداشيان. هاي رجعنا للمطبخ لعاشر مرة اليوم. آخر وجبة حنسويها تاكوز، ما حتكون فيها لحم أو دجاج، حنستخدم شيء اسمه بيوند برجر. هذه شركة تسوي برجرات نباتية. أنا شخصياً أكره هذه الحاجات: مايز فينيجر، إمالسيفاير، سانفلاور لسايثين، ستابلايزر، ميثيلكولولوس. فللناس اللي يحسبوا إن اللحوم مضرة، واضح إنه ده الشيء مضر أكتر بكتير. كيم كارداشيان ما هي نباتية، بس عادة كتير من وجباتها تكون نباتية. معناته انه في هذا التاكوز ما حنحط جبنة. بايو لايف 100% فيجن تشيز. استوعبت اني حستخدم الافوكادو دحين، فكويس ما حتخرب. برضو في دي الوصفة بنستخدم اورجانيك كاتشب. دائما اقرأوا المكونات: طماطم، موية، سكر، خل وملح. بس لو شفت مكونات الصوص وكثير منها ما انت عارف ايش هي ومستحيل يكون عندك في المطبخ، ديك الساعة تعرف انه هذا الاكل حيكون مضر لي. وبرضو ممكن يكون مكتوب عليه كاتشب، بس ذاك الشيء وهذا الشيء. يلا نبدأ. على الصاج حنسخن ملعقتين زيت أفوكادو. استغفر الله. كمون، بابريكا، ثوم، وأبازير إيطالية، طبعا ملح كمان. بعدين حنضيف شوية موية. كاتشب. ترى ريحته مو بطالة الصراحة، ريحته تشحي. هذه كل مكونات التاكوز. هذه طبعا جلوتين فري. اوكي اخيرا جاهزين ناكل اخر وجبة. اول شيء ححط البرجر النباتي، بعدين نضيف شوية خس، افوكادو، طماطم، هذه الجبنة شكلها مقنع بس عارفة انها ما هي جبنة، وهذا التاكو اللي كيم كارداشيان تتعشى بيه.
برضو مو بطال. بالنسبة لأنه هذه التاكوز 100% نباتية صراحة إنها طعمة، أحس فعلا لازم تجربوا دي الوصفة. ما عندي مانع إنه أكل أكلات زي كده كل يوم. هل أنصحكم إنكم تعيشوا زي كيم كارداشيان كل يوم؟ شوفوا، لو سويتوا ساعة رياضة في الصبح وأكلتوا هذه الوجبات، أنا متأكدة لو تبغوا تنحفوا حتنحفوا، بس 90% من الناس ما هم فاضيين لهذا النظام. أنا قضيت اليوم كله بس بأطبخ وبنظف المطبخ، بس لو أنتوا دحين حاسين نفسكم بس بتاكلوا جنك فود وبتاكلوا أكل مرة كتير، ممكن فعلا لو عشتوا ككيم كارداشيان حياتكم وصحتكم حتتحسن. واخيرا لما كل اولادها يناموا، كيم كارداشيان تخرج اسكريم هاغنداز بطعم دولتشي ديليتشي. مره نادر ان اكل اسكريم عشان كله سكر. شكرا كيم. او ماي جاد، مره طعم. لا تنسوا تسووا سبسكرايب، تقولوا لي في الكومنتس اجرب حياه مين في الحلقه الجايه.